أخبار اليوم. الله يبارك في ساعتك يا زهير، الله يخليك. ميرسي. بنقول لحضرتك ايه انطباعك الاول عن البطوله السنه دي، شكلها عامل ازاي؟ وكنا عايزين نعرف حضرتك كسبت كام بونت بكام ضربه. والله سيادتك، انا اولا انطباعي عن البطوله طبعا كالعاده، يعني الحمد لله احنا بننظم بطولات بشهاده العالم كلها، انها تنظيم جيد جدا وممتاز، وبيتسابق اللعيبه كلها على مستوى العالم انهم يجوا يحضروا البطولات اللي متنظمه في مصر، سواء في الغردقه او في الاقصر. حقيقي يعني بيبقوا مرحبين، واول ما بيتحجز يعني يفتحوا الليست بتاعت اللعيبه انها تقيد نفسها، بتتملي في الظرف يمكن اقول لك اقل من نص ساعه يكون العدد وصل، خلاص اتقفل عدد الحجز. اما بالنسبه لنتيجه الماتش، انا خسرت الماتش الثاني، بس الماتش الاولاني اللي كسبته مع الزميل والصديق المهندس خالد حسين هو اللي اهلني باجمالي النقاط ان انا ابقى متفوق على الاثنين في المجموعه بتاعتي، ودخلت الحمد لله كواليفايت لل اللي هو المجموعه اللي بكره تشتغل باذن الله. ان شاء الله بنتمنى لك التوفيق. اشكرك. 40 سنه تقريبا لعب. 40 سنه. ربنا يديك الصحه. حابب تقول ايه للاجيال اللي لسه طالعه؟ يعني انا شايف برضو مهارات حلوه من الشباب جدا. صحيح. هايلين هايلين. لا حاجه يعني الحقيقه جميله. اعتقد ان هم محتاجين شيء من الاصرار والجديه. انت بتلعب لعبه انت يعني متفوق فيها وعايز تتفوق فيها. اللعيبه اللي هي التانية انا شفتهم جديه غير طبيعيه في التدريبات بتاعتهم، وتدريب بجديه، ولا اللي بيتمرن على حاجه في الجيش او حاجه، يعني جديه غير طبيعيه فيهم. اعتقد ان هي النقطه دي ناقصه بسيط قوي مع اللعيبه عندنا، بس احنا عندنا لعيبه ما شاء الله هايلين ومنتظر ليهم مستقبل هايل، بس الجديه 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 في التدريبات وتكثيف التدريبات بدون اي تعارض مع مستقبلهم العلمي او دراستهم او اي حاجه. يعني حضرتك شايف لعبه البليارد مش منتشره في مصر بالشكل الكافي، مع انها يعني بتزود التركيز وليها مميزات كتير، يعني حضرتك تقدر تكلمنا عنها، وتقدر تكلمنا برضو عن اسباب عدم انتشارها بالشكل ده. والله اعتقد ان لازم المفروض ان الوزاره عندنا تبتدي تلتفت نوعا ما للالعاب الفرديه. يا جماعه احنا الالعاب الفرديه احنا بننافس، احنا مش حاجه صغيره، احنا بننافس وبيبقى عندنا فرص جميله قوي. يعني احنا طالع مننا دلوقتي لعيب اللي هو سامح سيتو ما شاء الله عليه، أصبح بيحقق مراكز بره، وصل لدرجة إن هو بقى نمرة 10 في الترتيب العالمي. عندنا فرص في الألعاب الفردية جميلة جدا وقريبة. ومصاريفك إيه على لعيب أو عدد من اللعيبة؟ أقل بكتير جدا من مصروف على ماتش واحد في كرة القدم. يعني اللي تصرفه في السنة كلها على لعيبة البلياردو لا يوازي مصروف واحد من ماتش كرة القدم او في بعض الالعاب التانية. يعني محتاجة بس نوع من الرعاية. لعبة جميلة، لعبة راقية جدا، لعبة اصول ملكية، وكانت طبعا يعني اصول بشوات وبتاع، فهي طبعا لعبة جميلة وبتهدي النفس والاعصاب وتاخد تركيز الواحد من هموم الحياة، ان هو يبتدي يركز في انه يلعب الجيم ده واللي بنضي يظبطها وبتاع، فبيطلع من الاسترس اللي هو بيمر بيه
طوال اليوم او في حياته يومية؟ اختيار الغردقة كمدينة متميزة وساحلية لإقامة البطولة وجذب عدد برضو من السياح، لان 148 لاعب، عدد مش قليل، اغلبهم جايب اسره. طبعا حضرتك شايف ده عامل ازاي للجذب السياحي؟ والله شيء ممتاز. اولا طبعا هم جايين لابسين نصكم، وده شيء هايل يعني. شايفين شمس عندنا، ربنا يبارك لنا يا رب في بلدنا ويحميها بجوها وبناسها الحلوة. يعني عندنا امتيازات هم مش لاقينا في بلدهم، خلاص تلج عندهم ومطر وحاجة بهدلة. احنا عندنا الدنيا جميلة وحاجة حلوة قوي، فطبعا بالنسبة لهم بطولة معمولة في الغردقة بيجوا جاري. انا بقول لستك الحجوزات في بحر نص ساعة من فتح لستة اللعيبة الحجوزات بتكون اتملت، ويبتدوا يخش بقى ايه على الويتنج ليست. اللي يخش بعد النص ساعة دي دخل على الويتنج. بنبارك لحضرتك على الماتش. الله يبارك في ساعتك. الله يخليك. ازاي ربنا يخليك يا فندم. ميرسي يا فندم، ربنا يبارك فيك. في اخر الـ 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 والله الحمد لله الواحد بيعمل المجهود اللي يقدر عليه، لان طبعا انت عارف برضه حكم السن وكله، بس ببقى فرحان جدا ان انا في وسط الاسره بتاعتي، لان دول اهلي. اللعبه دي بالناس اللي فيها ايديين ولاعيبه اسره لا غنى عنهم لغايه اخر يوم يعني ليا، الحمد لله يعني. بشكر حضرتك جدا. انا اللي بشكرك يا زوائل. الله يبارك.